調光することができます。ライトの調節でできますか。ここですね、飛行すると 100% の明るさまで点灯させることができます。すごい明るいですよね。本当にあの周りに光がないところでも機体だけで機体がいたちょっとサウンドを前側でやればいいですね。あくまでカメラがオーバーシューがないのでこれ本体をシュートレーを飛ばせるだけのドローン全体の設計をやってそういうようなバッティングを落とし込むするまあ、そういうことですね。السلام عليكم ورحمة الله. اليوم دخلت في معرض صغير هو للطائرات المسيرة من غير طيار الدرونز، وطبعا هذه واحدة من التكنولوجيا الصاعدة بشكل كبير، أصبح لها سوق كبير، استخدامات كبيرة. يعني أنا وجدت هنا يعني شركات، طبعا هي شركات صغيرة لكنها تصنع كلها يعني طائرات بأحجام مختلفة، في أحجام صغيرة في أحجام كبيرة وعديد الاستخدامات. يعني وجدت شركة تصنع يعني نظام لفحص الأسلاك الكهربائية، وأيضا هناك في استخدامات للزراعة لرش المبيدات الحشرية، هناك أيضا لمجال الاتصالات، يعني في درونز تستخدم لمجال الاتصالات وأيضا يعني هناك للمراقبة للكشف، يعني برضو أيضا في المباني ممكن أيضا يعني مساعدة في يعني تفحص المباني العالية والجسور أيضا. وطبعا هناك كثير من الاستخدامات، يعني طبعا هي ميزتها انها سهل الاستخدام، يعني ايضا تكلفتها قليله جدا مقارنه بالطرق التقليديه، اكثر امانا يعني.